قرأت لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 بعد الصفحة 300 أنه قال في فناء النار أنها عقيدة الجهمية. السؤال: لماذا ينسب له القول بفناء النار؟ وهل هناك موضع آخر يقرر فيه عكس ذلك؟ هو النقل عن الشيخ مختلف لا في شك، ولكن الصواب من قوله أن الجنة والنار باقيتان، وهذا ظن صرح به في الواسطية. فعلى كل حال، حتى لو أنه صح النسبة إليه فهو قول خطأ بلا شك، وهو ممن عرف عنه يعني إنه إذا جاء الخطأ لا يقبل منه ولا من غيره. نعم.